السلام عليكم، اهلا بكم طلبة وطالبات طب الفم والاسنان من كل مكان. احنا Live to Give Family عبارة عن تيم تطوعي من كافة جامعات مصر، وهدفنا هو مساعدة وتطوير طلاب طب الفم والاسنان من كل مكان، وده بيكون عن طريق اننا بنعمل مقالات بسيطة في مجالات ومواد طب الاسنان، وده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق الكورسات المتنوعة والمجانية والمخفضة واللي بتشمل احيانا طلبة غير طلبة اسنان، وهنساعدك توصل لكتب وهندات وفيديوهات شرح لكل مواد طب الفم والاسنان. طب هتوصل للبوت بتاعنا ازاي؟ طريق انك تكتب في البحث طب اسنان بوت، هتبدأ بالضغط على الزرار هتظهر لك القائمة اللي فيها الداتا وطرق التواصل معانا. كمان تقدر تختار سنتك الدراسية ومنها المادة اللي عاوزها، وهتلاقي كل حاجة عنها من محاضرات وفيديوهات شرح للنظري والعملي من دكاترة متخصصين وأسئلة عليهم، وكمان امتحانات وكورسات ليهم. وفي الأيام دي بنقدم لك أول وأكبر مؤتمر للعروض الحية والحالات العملية أونلاين مجانا، مقدم ليكم من أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم من 2 فبراير ل 10 فبراير عام 2021. وكمان هتحصل على شهادة بحضور المؤتمر ولكن بشروط معينة. في فورم تسجيل هتنزل في وقت عشوائي في كل محاضرة في المؤتمر، الملزوم منك انك تملي الفورم دي في اغلب المحاضرات في المؤتمر عشان يكون ليك فرصة تاخد شهادة بحضور المؤتمر كامل. خد بالك ان اول مرة بس هتملي الفورم كاملة، وبعد كده هتعمل ايديت على الريسبونس بتاعك وتملي الجزء الجديد اللي هو خاص بالمحاضرة الجديدة. وكمان في مفاجآت هنعرفها لكم بعد كده، وهتكون بالاسم زي ما حضرتك كاتبه في الفورم بالظبط، فنركز في كتابته لان مش مسموح بالتعديل على الشهاده. طيب الشهاده هتوصلك ازاي؟ هتوصلك بي دي اف عن طريق الجيميل اللي حضرتك كتبته في الفورم. Live to give، خير الناس انفعهم للناس. سلام من الله عليكم طلبتي وطالبات طب الفم والاسنان، اهلا ومرحبا بكم من كل مكان في Empower Your Knowledge Free Dental Online Conference Powered by Live to Give. مع أول محاضرة في يومنا الخامس، محاضرة تحت عنوان Digital Dentistry Workflow لدكتور فراس عليان من دولة فلسطين. Bachelor's degree in Dentistry from Jordan University. Master's degree in Orthodontics from Manchester UK University. Fellowship in Clear Aligners Therapy USA. Author and speaker at many journals and conferences. Runs his own private center in Ramallah since 1998. Okay. أبدأ. تمام، احنا كده لايف. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اول اشي بحب اعبر عن شكري للمنظمين لهذا المؤتمر وسعادتي باني الاقي طلاب طب الفم والاسنان في جمهورية مصر العربية الغالية علينا. اسمي فراس عليان زي ما سمعت قبل شوي. انا موجود الان في مدينة رام الله في فلسطين، تبعد عن القدس بحدود 10 إلى 15 كيلومتر مربع كيلومتر. اليوم محاضرتي عن الديجيتال ورك فلو ان دنتستري، اللي هو العمل الرقمي في طب الأسنان، وهي محاضرة بتستشرف الماضي والوضع الحالي والمستقبل. بصراحة لما حكوا لي إنه بدنا محاضرة فكرت كتير إيش ممكن أعطيكم إشي تستفيدوا منه. المحاضرة هاي لن تحتوي على معلومات فاتس علمية، هي راح تحتوي على experience، راح تحتوي على معلومات ممكن كتير تكون مفيدة لكم في حياتكم. أنتم جميعا طلاب الآن لسه على مقاعد الدراسة، فبيكون منيح انكم تاخذوا ما اخر ما توصل اليه العلم الديجيتال الرقمي في طب الاسنان، على اساس لما تبلشوا حياتكم العمليه تبلشوها ديجيتال. كتير اسهل انك تبلش بشيء من اوله ديجيتال او بطب الاسنان لما تتخرج تكون ديجيتال، ما انك تبدا انالوج او عادي زي ما بيشتغلوا الاطباء القديمين وبعدين نحول لديجيتال. انا صار لي 25 سنه بشتغل، بلشنا ديجيتال في اشياء، بلشنا اشياء كتير تعلمناها في الجامعه
الآن راحت واختفت وصارت جزء من الماضي. والتغيير للديجيتال صدقوني مش سهل، وفي كتير من الزملاء أصغر مني أو أكبر صعب إنهم يتخيلوا إنهم يغيروا الطريقة اللي بيشتغلوا فيها. فبنصح كل واحد فيكم إنه الآن ما إنكم أنتوا على مقاعد دراسة إنكم تتعلموا الديجيتال دنتستري، وأنا متأكد إنه بالجامعات بيعلموكم إياهم، ولما تبدأ حياتك العملية إنك تبدأ ديجيتال ورك فرو. لما إحنا بنحكي على أي إشي ديجيتال، أي إشي رقمي، إحنا بنحكي إنه كل إشي بده يتحول للكود اللي بسموه الباينري كود، الرمز الرقمي اللي هو 01 01 0 0 1. كل إشي بيصير بتحول من شيء محسوس، من شيء أنالوج، لشيء ديجيتال أي رقمي. وهذا التغير زي ما أنتم شايفين اللي إحنا عايشينه ونشوفه هاي الأيام. هاي الكاميرا اللي على اليمين هاي كاميرا أنالوج كانت موجودة بالزمانات، أنا يمكن لا بعد هاي مش لهالدرجة أنا كبير، بس كنا الكاميرا نمسكها ونصور وبعدين نودي الفيلم على التحميض ونشوف الفيلم، تطلع الصورة واضحة. يعني كتير نص الفيلم يطلع محروق، بعرفش الزملاء الكبار اللي بيسمعوا ممكن يعاشوا هاي الفترة لما كنا نجيب الأفلام، وممكن تسألوا أهلكم والدينكم ويقولوا لكم عن هاي. الآن إحنا عندنا الكاميرا محمولة معنا بالجوا الموبايل تبعنا، نقدر نصور فيها أي وقت بأي لحظة، والصورة هاي منشوفها قبل ما نطلعها وننشرها إنها منيحة ولا لا، ممكن نعيدها 10 مرات. والأهم إنه هون النقطة اللي أركز عليها إنه بالديجيتال ورك فلو في الموضوع الرقمي إنه الأوتبوت is not proportional to the input. يعني بالأنالوج أنت بتصور صورة واحدة راح تطلع لك صورة قدامها، بينما هنا بالديجيتال أنت ممكن تصور صورة وممكن تنشرها ملايين المرات على موقع الفيس أو الإنستغرام أو whatever، أو تبعتها على الموبايلات وهي صورة واحدة. فموضوع الديجيتال أهم إشي فيه إنه الانبوت لا يساوي الأوتبوت. أنت ممكن تحط جهد أقل عن طريق الديجيتال، عن طريق السوفتويرز، عن طريق الكمبيوترات، ممكن تاخد أوتبوت أكتر بكتير. زي ما قلت لكم إحنا مرقنا بمراحل كتير، مثلا موضوع الموبايلات مرقنا من هون، أنا عشت هذا الموبايل وبلشنا حتى وصلنا لهلأ للآيفونات والسمارت تليفون. ممكن أنتوا واحد فيكم إجا هون، واحد إجا هون، واحد إجا على الآيفونات. اللي أنا الرسالة اللي أوصلكم إياها إنه حاول إنك تبدأ من هون وما ترجع لهون، ابدأ من حيث موجود الآن أنت، من ما وصل العلم وما وصلت التكنولوجيا حتى تمشي مع المستقبل، حتى ما تأخذ وقت في التغيير للمستقبل. لما بنحكي على الديجيتال دنتستري أو على أي شيء ديجيتال لازم نحكي على الارتيفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، أكيد كلنا سمعنا عنه. إيش هو الذكاء الاصطناعي؟ هو إنه إحنا جهاز الكمبيوتر أو السوفتوير اللي جوا جهاز الكمبيوتر بده يحلل المعطيات البيئية اللي حواليه اللي إحنا بنعطيها، وبده يحاول يختار، يحط احتمالات ويختار الاحتمال الأكبر. والأهم من هيك إنه هو بده يحاول إنه يستقرئ المستقبل، إنه يحاول يشوف إيش الخيار اللي هو أنجح ويساعدنا على اختياره. أول محاولات الارتيفيشال انتليجنس الناجحة والمشهورة هي لما بال 1996، يعني تقريبا قبل 25 سنة، اخترعوا هذا الكمبيوتر أو جابوا هذا الكمبيوتر اسمه ديب بلو من شركة الاي بي ام. ولعب هذا الكمبيوتر مع جاري كاسباروف، كان أيامها هو بطل العالم في الشطرنج، والكمبيوتر للمرة الأولى في التاريخ استطاع أنه يهزم جاري كاسباروف. كيف؟ عن طريق الذكاء الاصطناعي. أنه كان قبل ما يعمل جاري كاسباروف أي حركة كان الكمبيوتر يعمل كل الاحتمالات الموجودة ويكون مسكر عن طريق لعبة الشطرنج، والفعل استطاع أنه يهزمه في سنة 1997. كانت هاي المرة الأولى اللي فيها الكمبيوتر بيهزم الإنسان. مثلا أنا كنت في طوكيو في اليابان قبل سنة ونص تقريبا، وفي هذا اسمه الطوكيو سكاي تري. هذا الرجل الآلي عنده ذكاء اصطناعي بيقدر يعرف إيش أنت بدك تعمل. يعني لو جيت قربت عليه ورفعت إيدك إنه كأنك بدك تضربه بيعمل حركة بحيث يحمي حاله، يحمل حاله. لو جيت قربت عليه خلال جزء من الثاني ومديت إيدك تسلم بيسلم عليك، وهو هذا اللي بنحكي عنه الذكاء الاصطناعي. خلينا نشوف الذكاء الاصطناعي شركة جوجل إيش قاعدة بتعمل فيه. هون شركة جوجل، خلينا اسمعوا الكمبيوتر راح يحكي مع الصالون أساس يعمل موعد لإلي. أنا بقول له اطلب لي تليفون. شوف الكمبيوتر إيش بيعمل. نعم، هذا الكمبيوتر اللي بيحكي. نعم، الكمبيوتر ما بيعرف إيش ردة الفعل عن التليفون.
لاحظ الكمبيوتر. زي ما قلت لكم الكمبيوتر بيقدر بيحكي معها تليفون لهي السكرتيرة وما كان بيعرف إيش ردة فعلها أو إيش هي الأجوبة اللي راح تعطيه إياه، إنه الموعد مناسب غير مناسب، أي موعد مسموح غير مسموح، وعن طريق الذكاء الاصطناعي هو بيكون عامل كل الاحتمالات وبيقدر جاوبها. هلأ بدنا نشوف كيف هذا اللي هو الديجيتال دنتستري والذكاء الاصطناعي راح نقدر ندخله على الدنتستري. لازم نعرف انه في شيء اسمه الكاد كام سيستم، اكيد سمعتوا عنه، الكمبيوتر ايد ديزاين والكمبيوتر ايد مانوفاكتشرنج. هذول موجودين من زمان، من حدود 30 سنه 25 سنه، ولكن زاد عليهم هلا، او ايش اللي اختلف فيهم؟ اللي هو الارتفيشال انتليجنس، زادت الكمبيوترات، زادت قوتها، زاد الذكاء الاصطناعي، فصرنا نقدر نعمل انه ندخل الديجيتال دنتستري اللي هو بنقدر نستخدم كل التكنولوجيا على والكمبيوتر في شغلنا اللي احنا بنعمله. الكومبوننتس اوف دكتور فراس معلش، هو الطلبه بتقول السلايد شو مش بتتحرك، لسه على اول سلايد. شت ليه؟ عاد انا ماشي. كده تمام، بدات تتحرك. هلا بين صوره الشاب اللي فيه مكتوب كلمه سكانر. كده تمام. طيب ماشي، غريب. طب خليني اكمل معناته. اوكي، الكومبوننت اوف ديجيتال دنتستري يعني ايش هي المكونات الديجيتال دنتستري؟ عندنا السكانرز، الدنتال سوفت ويرز، و3 دي برينتر اور ميلينج ماشينز. السكانرز اللي هي الماسحات الضوئيه، وهي هذه اللي بتحول الجيومتري او شكل الاسنان او الشكل اللي بدنا نشتغله، بدنا تحوله من شكله الطبيعي لشكل ديجيتال يقدر الكمبيوتر يتعامل معه. فالسكانر هي المرحله الاولى. اثنين، بيكون عندنا سوفت ويرز اللي هي البرمجيات والذكاء الاصطناعي اللي راح يحلل هاي الجيومتري او هاي الاشكال اللي دخلناها على اساس نقدر نتحكم فيها ونعمل مثلا تريتمنت بلان او نعمل كراون او نعمل انتاج للشغل. وبعد هيك الانتاج اللي طلعناه اللي هو الكراون او البريدج او الكلير الاينرز او وات ايفر بدنا نخرجه، وهنا بيكون عن طريق شغلتين، يا ايذر 3 دي برينتر او الميلينج ماشين. هذا راح نحكي عنهم هدول بالتدريج، اللي هم الكومبوننتس اوف ديجيتال دنتستري. اول شيء عندنا السكانر. السكانرز زي ما حكينا هي الماسحات الضوئيه، وبتيجي ثلاث انواع منها. النوع الاول هو السي بي سي تي، الكوم بيم سي تي سكانرز اللي هو جهاز الاشعه، وعندنا الاكسترا اورال سكانرز والانترا اورال سكانرز. النوع الاول اللي هو ال 3 دي راديولوجي اللي هو السي بي سي تي، كلكم تعرفوه، اللي هو بياخذ مقاطع من الاشعه ونقدر من خلاله انه نشوف التركيبات الداخلية، حجم الأسنان، الساينس زي ما أنتم شايفين، وله استعمالات كبيرة في طب الأسنان، في الجراحة، في الزراعة، في التقويم، في السيفالوميتريك أناليسز، مشاكل التي أم جي، الإيروي ستادي، كتير هلأ بيركنوا على السي بي سي تي، بيشوفوا قديش سمكه، قديش زاد، قديش نقص، الجو تيومرز، السرطانات جميعا، الامباكت تيج زي ما قلنا، بقل لينجوال فوق تحت، البيريودونتال ديزيز قديش سمك اللثه، في الاندودونتيك انوماليز لما يكون قنوات مكلسه بنقدر ناخذ كروس سكشنز برضه بنقدر نعرف، في حالات التروما اند الاكسيدنت. سو اول شيء بالسكانر زي ما حكينا هم السي بي سي تي اللي بتعطينا هذه المقاطع. الشغل الثاني من السكانرز اللي هو الاكسترا اورال سكانرز اللي هي زي هذا السكانر، في عندنا شيء بنقوله الارتك 3 دي زي ما انتم شايفين، هذا بيعمل سكانين كامل للوجه من هذه الشركه، بنقدر نعمل سكان للوجه زي ما انت شايف هون،
وهذا السكان نقدر نستفيد منه في عملية الإكسترا أورال سكانينج، الفيس هايت، شكل الوجه، كتير بيستفيدوا منه في حالة الميسنج بارس، يعني في ولد كان مثلا دانه مقطوعة بيعملوا سكان للدان الثانية، بيعملوا لها دابليكيشن وبيبنوا له دان جيني. هذا هو الإكسترا أورال سكانرز من الأشياء اللي كتير الآن متطورة، وزي ما أنتم شايفين بيقدر يحولها لديجيتال سكان، وهون بيحولها لشيء بنقول له STL5 اللي هو موزايك بيكون الجسم على اساس يقدر يشتغل عليها. برضو في عندنا هون مثلا هذا السكانر على الموبايلات تبعتنا، زي ما انت شايف هون انا عملت سكان ل راسي، ونقدر نعمل سكان 3D، ونقدر نستفيد من هذا السكان ندخله على برامج السوفت وير تاعت السكانرز الانترا اورال، وندخل ونغير كيف بدنا نعمل. هلا النوع الثاني من السكانرز اللي هو الانترا اورال سكانرز، او اللي بنعمل فيها سكانينج للاسنان. في الشيء الاول بنقول له الديسكتوب دنتال سكانرز، وهي السكانرز اللي هي بيستخدموها اخوتنا في المختبرات، فنيين المختبرات بياخذوا الموديل تبعنا، لان الدكتور مثلا ما عنده سكانر بناخذ له طبعه احنا سيليكون او الجينات بصبها ستون، وبعدين زي ما انتم شايفين بحطها هون او هون او هون، وهذا السكانر بحكم عنده مجموعه من الكاميرات بيصور الموديل هذا وبيحوله لديجيتال موديل، وبنقدر ندخله على الكمبيوتر ونشتغل فيه. السكانر او الاهم، وهو الاهم برايي، وهو يمثل مفتاحك لباب الديجيتال وورد. اي دكتور اسنان بده يشتغل ديجيتال وورد لازم يكون عنده شيء بنقول له انترا اورال سكانر، يعني السكانر اللي هو داخل التم، اللي هو احنا بندخل على التم وبنعمل سكانر للاسنان. زي ما قلت لكم هذا هو الدور الاساسي، هذا هو الباب او المفتاح الاساسي للباب للديجيتال دنتستري. كل دكتور اسنان بده يدخل على الديجيتال دنتستري لازم يكون عنده انترا اورال سكانر. طبعا الانترا اورال سكانرز كتار ومشهورين في العالم، هذول اللي انا حاطط لكم اياهم هم الاشهر في العالم. من الشمال لليمين هنا عندنا الايترو لشركه اللاين تاع الانفيزالاين، هنا عندنا البرايم سكان من شركة سيرونا، وهو هذا أقدم واحد وأشهر واحد. النيو ديفينيشن هذا من شركة 3M هلا بطلوا ينتجوه. عندنا هون الثري شيب من أهم الشركات وأقواها، ولكن مشكلته غالي شوي أو غالي كتير. عظيم هذا، والسوفت وير تبعه عظيم. في هون السي اس كير ستريم 3600، وكير ستريم 3700 برضو عظيم. وهون عندنا من شركة بلانميكي، هذول من أهم الانترا أورال سكانرز الموجودة في العالم اللي لازم انه نشوفهم. طبعا في اشكال لهم مختلفه واحجام مختلفه واوزان مختلفه وصفات مختلفه، زي ما انتم شايفين هون مثلا الحجم اكبر واحد هذا الايترا، واقل واحد تقريبا هون هذا اظن اسمه هذا البرايم سكان او الاومنيكس سكان تاع السيرونا. هنا عندنا الثري شيب، هذا الميديت اي 500، هاي كلها سكانرز. كيف نقدر نستفيد او كيف نتعامل مع السكانرز؟ شوف هذا الرجال حامل الثري شيب سكانر اللي هو وايرلس ما في سلك، شوف كيف رح يعمل سكانينج لأسنانه. بيبدأ بالأسنان بيعمل سكانينج، لاحظ سرعة كبيرة جدا أساس يعمل. أول شيء بيبدأ بالفك السفلي من برا من جوا، بعدين بيرجع يكمل من برا، وهكذا بخلال 11 ثانية عمل سكان للفك السفلي كامل. لاحظين صار عندنا 3، هلأ نقل وبدين نقول يعمل سكان للفك العلوي. طلع راح يبدا يعمل للفك العلوي، ايوه راح يبدا بالاوكلوزال سيرفيس، اوكلوزال سيرفيس ايوه كمل بعدين بيطلع باكلي برا بكمل الباكل سيرفيس. كثير حلو، سريع جدا، طبعا هذا متدرب جدا، يعني ما اظنش احنا بنقدر نعمل بهالسرعه هاي. بعدين بدخل بلتلي، لاحظ كمل وكمل كمان مع البلت، اكيد البلت لانه موجود بلت راح ياخذ بالفك العلوي اكثر، يعني هي تقريبا اخذ 23 ثانيه. هلا بده ياخذ البايت اللي هي العضه بين الفكين، بين الفك السفلي والعلوي. نعم لاحظ هلا بسكر اسنانه وبأخذ العضه على طول. الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي بكمل وبخلص بجهز، هلا هو قاعد بكمل اي نقط غير واضحه بكملها وبجمعها وبيعطينا صورة كاملة للسكان. هذا بنقدر نشتغل عليه كل اللي بدنا إياه. هذا طبعا سريع جدا
اللي هو الثريشيب. الانتراورال سكانرز مهمة جدا زي ما قلت لكم، اسهل في التعامل، اسهل انك تشوف تورجيها للمريض يوافق على الشغل اللي بتعمله اياه. الكوميونيكيشن مع اللابس كتير اسهل، بعد شوي راح نعطي بعض الامثلة نبعث له اياها خلال ثواني بتكون عند اللاب. لو كان اللاب ممكن تبعث للاب موجود في الصين او في اليابان خلال ثواني بيكون ديسكان عنده، الوقت بيكون اقل، ما في داعي تخزن موديلات للمريض، كله بيكون جوا الكمبيوتر. السكانز حتى لو كان طبعا الديجيتال سكانز برضه لازم تكون واضحه ايزير فاستر عن الكونفنشنال سكانز. والمشكله الكونفنشنال سكانز اللي هم السيليكون او الالجينات انه احنا بناخذهم وبدنا نصب بعدين ممكن نكتشف بعض الاخطاء، وهذا كتير بياثر على شغلنا وبياخذ وقت كتير. في دراسه هاي انعملت بال2016 يعني قبل 5 سنين اكتشفوا انه الحالات اللي فيها باد فيتنج أقل بكتير في حالات الانترا أورال سكانز مقارنة بالكونفنشنال سكانز. نعم كتير الأكيوريسي أعلى، البيشنت أكسبتنس أعلى. الانترا أورال سكان كتير كتير يا إخوان أحسن ومن السكان أو من الطبعات العادية كتير بتفرق كتير، اللي أي دكتور بتعامل معها بصير بتفرق حياته وبفرق شغله بتحولك to a better dentist. هلا بعد ما اخذنا احنا السكان، في بنفس السكانرز بيكون في برنامج او سوفت وير يحلل هاي الصور، يجمعها، يعبي اي مشاكل فيها، وممكن كمان يعطينا اقتراحات للعلاج. هلا بعد هيك بننتقل للسوفت ويرز اللي بيستخدموها او بنستخدمها للعمل على هذه الموديلات. يعني انا دخلت الاسنان عن طريق السكانر، الان بدي اشتغل عليها. اكثر برنامج بيشتغلوا عليه بالبروستو هم جماعه برنامج اسمه الاكسوكاد. الاكسوكاد هو من اقوى وافضل والطف البرامج اللي بيشتغلوا عليها، ويميز بهذا اللون البنفسجي البيربل اللي انتم شايفينه هون. في طبعا دنتال وينجز عندهم برنامج منيح، البلو سكاي بايو عندهم برنامج، الثري شيب من اعظم البرامج، ولكنه بصراحه مشكلته نفس القصة إنه غالي وبدك تدفع كل فترة عليه. الإكسوكاد هو البرنامج أكثر برنامج يستخدم في البروستاتيك سوفتوير وأسهل برنامج حسب ما أنا شفته. في جماعة التقويم بخصوصتي أنا اختصاصي تقويم كتير بنشتغل على برامج، أهمها الإنفيزالاين هو برنامج اسمه الكلينشيك، في ديولاب هذا بأمريكا، الأورثو أنالايزر من الثري شيب، أرش فورم، أورثوكاد. هاي البرامج كلها تستخدم في التقويم الأسنان، رح نحكي عنها كمان شوي بالتفصيل. إذا بدك يكون عندك لابتوب، لأنه السكانر في منها بيجي معها كمبيوتر خاص فيها داخلي زي البرايم سكان والآيترو والثري شيب، أو إذا أنت بدك تشتري لها لابتوب أو كمبيوتر لازم تعرف أنه مش أي كمبيوتر بيمشي، لازم يكون الكمبيوتر فيه هاي الريكويرمنتس. أهم إشي يكون عندك الرام مش أقل من 16 جيجا بايت، الهارد سبيس مش أقل من 1 تيرا بايت أساس، والإنتل مش أقل من i7 أو إكويفلنت. يعني بدك، أو بدناش كمان كرت الشاشة، الشاشة بدنا نيفادا جيو فور جي تي إكس، يعني بدنا مواصفات عالية، لأنه هاي البرامج يا إخوان تقيل كتير، وإذا ما كان الكمبيوتر قوي وتقيل بيضرب. كل الفايلات اللي بنشتغل عليها في الكمبيوتر أو أغلبها بنقدر نشتغل عليها بفايلات أو بإكستنشن اسمه STL files، stereolithography. stereolithography زي ما حكينا قبل شوي عنها هي عبارة عن الموزاييك اللي بنحطه إحنا على بنركب قطعة قطعة، هو بيحول السن زي ما أنت شايف هون أو الأوبجكت اللي نعمل له سكانر بيحوله من شكله الكامل إلى مثلثات، مثلثات وأهرامات، وبيجمعها مع بعض عشان تعطيني الـ STL file اللي بتعطي الشكل الخارجي للأوبجكت للسن مثلا، بدون ألوان بدون تكستشر، بس الشكل الخارجي اللي احنا بنقدر نشتغل عليه. هيك المختبرات أو أغلب البرامج تتعامل مع الـ STL file، وعادة لما بيكون عندنا STL file نبعتها لأنها حجام كبير نبعتها عن طريق ويب بيج اسمها WeTransfer. أي واحد بيقدر يفتح أكاونت على WeTransfer وبيقدر يبعت الفايلات الـ STL، طبعا برضو بتقدروا تبعتوا فيها أي شيء بدكم إياه. فإحنا الآن حكينا عن السكانرز، حكينا عن السوفتويرز اللي يعني دخلنا عن طريق السكانرز، دخلنا الأسنان للكمبيوتر، الكمبيوتر تعرف عليه على STL file، عملنا عليها البرنامج اللي بدنا نعمله، عملنا عليها الجسر، عملنا عليها whatever الكلير ألاينر الخطة العلاجية. الآن بدنا نحولها لإشي محسوس، نرجعها للحياة
يعني زي صورنا صورة نشرناها، بس إحنا آخر إشي نمسكها بإيدنا لازم نعملها برينتينج. وهنا بيجي دور الميلينج ماشينز والثري دي برينتينج. الميلينج ماشين يا إخوان اسمها سبستراكتيف مانوفاكشرينج، يعني باللغة العامية اللي إحنا بنحكيها وأظن أنتم بتحكوها كمان، اللي هي الخلاطة. يعني بيكون عندنا بلوكات وبيكون عندنا شفرات بتعمل إخراطة لهاي البلوكات أساس يعطينا الشكل النهائي. وزي ما انت شايفين هنا بتيجي بلوكات، مثلا هون نفترض الزيركونيوم او الايماكس اذا بتسمعوا عنهم، هدول بيجوا بلوك. او حتى الدنشرز، هلا في عندنا الدنشرز من شركه فيتا بيعطيني بلوك كبير زي ما انت شايف بلون الاسنان وبلون اللثه، وبعدين بنعمل لهم عمليه ميلينج. خلينا نشوف هاي كيف بده يصير عمليه الميلينج هون. لاحظ هذا بلوك زيركونيوم، صممنا عليه جسر، مندخل البلوك لجوه وبيبدأ يحفر فيه عشان يعطيني شكل الجسر. دقيق جدا 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 لحد 50 مايكرو. بيعزف أوركسترا كأنه إشي حلو كتير. هذا هو زي ما انتم شايفين، كانت بلوك كامل هون جسر 3 يونتس 2 اباتمنتس 1 بونتك، بنحفر خلال اقل من نص ساعه بيكون الجسر تقريبا جاهز وطالع. هذا هو اللي حكينا عنه، اللي هو الميلينج، اللي هو زي ما قلنا اتس سبستراكتيف مانوفاكتشرنج، هي عمليه تنقيص. يعني بيكون بلوك اكبر تبدا نحفر فيه عشان نحصل الشكل اللي بدنا اياه. هلا رح نحكي على 3D printing اللي هو مستقبل كل الصناعات، وهذا additive manufacturing، هذا اضافه وليس substractive زي الميلينج. يعني بيبدا يضيف طبقه طبقه، لما بدنا نبدا شيء نبني اي شيء بيبدا يضيفه على هيئه طبقه طبقه، بيقسم اي شكل بنعطيه الى طبقات مختلفه، ونبدا طبقه طبقه حسب سمك الطبقه، حسب اللي احنا بنحطه. وهذا يعتبر يا اخوان 3D printing هو مستقبل الصناعات في العالم كله وليس بس في طب الاسنان. والان يعني بلشوا فيه بالفضاء، بالطيارات، في السيارات، واخذناه احنا في طب الاسنان. وله يعني كل المستقبل راح يكون له عن 3D printing. هاي زي ما انتم شايفين هون 3D dental printer، هاي من شركه اسمها سبرنت راي، يعني الاشهر في طب الاسنان. زي ما قلت لكم هي بتعمل عمليه سلايسنج، يعني مثلا بدي اطبع سن، بتحوله ببرنامج معين الى سلايسنج زي خبز التوست، وبعدين نبدا نطبع طبقه 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 فوق بعض عبين ما يتكون الشكل 3D. الاكيوريتي كتير لدرجة 20 مايكرو، يعني كل طبقة ممكن يكون سمكها لحد 20 مايكرو. عارفين شو يعني 20 مايكرو؟ يعني الورقة اللي انت ماسكها بإيدك تكتب عليها تقريبا سمكها 40 مايكرو، قد نص سمك هاي الورقة. تخيل قديش الاكيوريتي وموجودة وكتير مستعملها الآن في طب الأسنان. هلا بالنسبة لل 3D printing في عنا ثلاث أنواع من الموديلات لازم نتعرف عليها. الأولى بسموها DLP Digital Light Projection، الثانية SLA Lithography، والثالثة الليزر LCD Projection. خلينا نحضر هذا الفيلم عنها ونتعرف عليهم. زي ما بحكي لكم بطب الأسنان عندنا DLP Laser والLCD، هدول الثلاثة هم الطرق اللي تستخدم ل طب الأسنان للطباعة. أول إشي لما نعطي أي موديل لبرينتر لازم يكون في عندنا سوفت وير يقسمه لطبقات، عدد طبقات معين، وبعدين بيبدأ عملية طباعة الطبقات طبقة طبقة عبين ما يمشي. هلأ زي ما أنت شايفون هذا بنسميه البيلدينج بلاتفورم،
بيبدأ ينزل تحت جوا الريزن، جوا هون بكون في الريزن اللي هو تبع الطباعة، وبيدخل يطلع وينزل طبقة 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 طبقة، بيجمع طبقة طبقة، سمك الطبقة معدله بين 50 ل 100 مايكرو احنا بنختاره عبين ما نوصل للشكل اللي بدنا اياه، زي ما حكينا دي ال بي ليزر والال سي دي. اكثر شيء يستخدم في طب الاسنان حاليا هو الدي ال بي سيستم، هلا رح نحكي عنه. دي ال بي هو اكثر شيء منتشر، هو عباره عن بروجيكتر زي البروجيكتر اللي مستخدمه بالسينما او للتلفزيون اساس يعمل بروجيكشن، زي ما انت شايف بيعمل طبقه طبقه، بروجيكشن للطبقة الأولى بتنشف الرزم، بعدين بروجيكشن للطبقة اللي بعده فوقها بتلزق فيه عبين ما يصير عنا الشكل كامل. هذا دقيق وسريع جدا مقارنة بالأنواع التانية، وسعره متوسط، والسبرينج ري جزء من هذا الدي ال بي سيستم. أغلب الطابعات المتوفرة هي دي ال بي. هلأ الـ LCD هي نفس الفكرة، ولكن ما في بروجيكتر، في شاشة نفس شاشة الموبايل تبعك أو التلفزيون تبعك، تعطي ومضات برضو، كل ومضة بتعطي طبقة وتنتشر. هاي رخيصة إلى حد ما، ولكن مشكلتها إنه الشاشة هاي تعتبر إنها مستهلكة، كل فترة لازم تتغير وبكون سعرها كبير الشاشة. ف يعني هاي من الأنواع الرخيصة اللي بيستخدموها لألعاب الأطفال، لأشياء بسيطة بيجيبوهم LCD. أما اللي يستخدم عندنا أكثر إشي DLB. بالنسبة للليزر SLA هو يمثل شركة الفورم لاب، هو عبارة عن ليزر بيم زي ما أنتم شايفين هون. الليزر بيم بضرب نقطة نقطة، وبالتالي بيكون هذا دقيق جدا جدا، ولكن مشكلته في مقابل هاي الدقة راح يأخذ وقت كتير، يعني ما بيعمل طبقة طبقة، هو بيعمل نقطة نقطة، دقيق جدا، بوصل لحد 27 مايكرو في بعض الأحيان، ولكنه مشكلته أنه بأخذ وقت كتير. زي ما قلت لكم الـ DLB هو أكثر نوع يستخدم في الـ 3D printing في طب الأسنان. هاي مثلا الـ Sprint Ray Machine زي ما قلت لكم هنا بتبدأ تنزل تنزل وبتجمع عبين ما آخر إشي بتطلع، هي بتطبع بيطلع هذا البليت وعليه الموديلات زي ما أنت شايفين هون. هاي موديلات لتقويم الأسنان عشان نعمل التقويم الشفاف، بتطلع من هون بيكون في عنا ريزن جوا زي ما انت شايف هون، بتطلع وتنزل بتطلع وتنزل 50 مايكرو 50 مايكرو لحد ما تخلص بتطلع لفوق وبيكون الجهاز او الشيء اللي احنا بنعمل فيه موجود. عندنا كثير شركات من هذا النوع، في اللي بتعطي ال 3D برينترز، في هون اسمها نيكست دنتال اكبر، في الاسيجا سبرينتري، في الفورم لابس اللي هي اس ال اي، هذول الثلاثه دي ال بي، وهاي الوحيدة اللي هي سبرينت راي. هيك بيكون لما هون مثلا بنطبع في تيمبوراري كراونز، هون بنطبع موديلات، بنقدر نطبع كل شيء بال 3D برينتر، بنقدر نطبع اي شيء انت ممكن تتخيله من السيرجيكال جايدز للاندايركت بوندينج تريز للتيمبوراري كراونز اند بريدج. هلا صار في عنا ممكن نطبع بيرمننت كراونز اند بريدج، شيء جديد، الاطقم فول دنتشرز برضه هلا صرنا في ريزن جديد نقدر نطبع فيه، اللاينرز، واكس، اي شيء بنقدر نطبعه. 3D برينتر راح يكون هو المستقبل، واتوقع انا تقديري الشخصي انه راح يطغى على قصه الخراطه وعلى الميلينج بعد كم من سنه، لما يصير عندنا ريزنز بصفات منيحه راح يكون هذا هو المستقبل. راح احكي هلا ايش الابلكيشن اللي راح نقدر نعملها للديجيتال دنتستري في حياتنا كطبيب اسنان. يعني احنا ما بدنا نحكي اشياء نظريه وبس، بدنا نشوف ايش اول شيء ممكن نعمله، اللي هو بنقول له ديجيتال سمايل ديزاين. زي ما انتم شايفين هاي الصبيه اجت عندي، بنصورها بندخلها على الثري شيب هنا، سوفت وير دخلتها، وبقدر اعملها ديزاين لاسنانها، يعني كيف كانوا اسنانها، وبغير لها شكل لاسنانها. هنا عندي شكل للاسنان والاحجام المختلفه، في عندي هون مكتبه كامله للاسنان، نختار الشكل اللي هي بدها اياه، نفترض هي اختارت هاي، بندخله على اسنانها هون، بنعملها شيء اللي بنقول له الديجيتال سمايل ديزاين، بنغير التخن والطول، العرض، اللون، الشفافيه، كل شيء منورجيها اياه قدامنا، ومنورجيها انه هيك اسنانك راح يصيروا. والله يمكن مش عاجبينها، بنكبرهم شوي، بنصغرهم شوي، بنعمل اشياء كثيره زي ما انتم شايفين عشان نورجيها كيف اسنانها
راح يكونوا ديجيتال سمايل ديزاين. هلا نفترض انه هذا الشكل اعجبها واتفقنا عليه، بنقدر مباشره عن طريق برضه السوفت وير نحوله لل 3 دي برنت، نعمل له برينتينج، وبنقدر نعملها شيء بنقول له موك اب جاهز، بيعطيني اياه بركبه على اسنانها، بلزقه شيء مؤقت، او بيعطيني قالب لهذا الاسنان بنعبيه كومبوزيت وبنعمله على اسنانها وبنشوف كيف اسنانها راح يصير. هذا من الأشياء الحديثة اللي هو الديجيتال سمايل ديزاين اللي أكيد سمعتوا عنه وبتشوفوا كتير على الفيس وعلى الانستغرام بيعملوه. الشغل الثاني الامبريشنز اللي هي زي ما قلنا عندنا الديجيتال امبريشنز زي كراون اند بريدج. يعني هون أنا عندي هدول السنين أنا حضرتهم بدي أعمل عليهم تو كراونز زي ما أنتوا شايفين، بأخذ لهم امبريشن، ما بأخذهم لا سيليكون ولا الجينات، بعمل لهم امبريشن خلال أقل من دقيقة أو نص دقيقة 20-30 ثانية بيكون عندي. والأجمل أنه أنا مجرد ما عملت السكان قدامي بقدر أشوف مكبرة، بقدر أشوف إذا في مشاكل، بيقول لي إذا في هون مشكلة، في أندركات، المسافة غير كافية زي ما أنتم شايفين هون في عنا أكلوز الكي بيقولوا له، نقدر نعرف قديش المسافة بين اللي فوق واللي تحت كافية أو غير كافية قبل ما نودي هذا المختبر. أعجبتنا بنوديها للمختبر STL file زي ما قلت لكم، المختبر عن طريق برنامج اللي هو بيستخدمه الإكسوكاد زي ما قلت لكم، لما تشوف اللون البيربل هذا اعرف انه إكسوكاد، لاحظ بيبدأ يصمم عليها هدول السنين، بحط الفينش لاين، بيصمم السنين، وبعدها بس خلال دقائق أقل من دقائق بيبدأ يعمل عملية ميلينج، يعني خلال أقل من نص ساعة بيكون عندنا البريدج أو الكراون جاهز للتركيب وللاستعمال، هذا زركونيوم كراون. فهاي من الأشياء اللي كتير هلأ سهلت علينا، ما في إنه نروح على المختبر ونودي ونعمل إشي اسمه تراي إن أو هكذا. من الأشياء كمان اللي نستخدمها والجميلة جدا اللي هو الإمبلانت دنتستري اللي هو الزراعة. إحنا طول عمرنا من لما كنا نزرع بنحط الزراعة مكان ما في عظم، المكان اللي فيه عظم نحط الزراعة وبعدين بنفكر البروستاتيك. هلا لازم نفكر بطريقه عكسيه، بيقولوا لها البروستاتيك دريفن امبلانتولوجي، يعني انه انت لما تبدا بالزراعه لازم تكون مفكر بالنهايه. نفترض عندنا هذه الحاله، انا عملت لها تقويم اسنان كان عندها ميسنج كيناين او الكيناين كان فوق كتير وقررنا نخلعه، عملنا لها تقويم نزلنا اللاترال، هلا بدنا نعمل امبلانت للكيناين هون. فايش بنسوي؟ بنعمل سكان لحالتها ومنوديها للمختبر. المختبر زي ما انتم شايفين هون بيبدا يشتغل، بده يعمل كيناين، بيجيب الكيناين للجهه الثانيه، بيعمل له ميرور ايميجينج، وبيبدا يصمم الكيناين اللي بده، هي ناقص عندها، ويحطه بالمكان اللي هو لازم يكون فيه وبالشكل اللي هو لازم يكون فيه. ومن الكيناين اللي هو اصلا من الجهه الثانيه، يعني كيف لازم الكيناين يكون، بيحط موقع للإمبلانت، وين الإمبلانت راح تيجي في المستقبل. هون هو هيو قاعد بيصمم بالكراون المستقبلي، طبعا لسه ما عملنا ولا إشي، إحنا ولا عملنا زراعة، بس عملنا سكان للحالة. هيو قاعد بيعمل سكان إلها، هلأ بيزبط بالناب العمود هذا اللي طالع من النص، هو موقع الزرعة المستقبلي كيف راح يكون. هيو زي ما أنتم شايفين هو بيفترض أنه الزرعة لازم تكون هناك، وبيجهزها. هلا بعد ما اتفق وانه كل شيء تمام، بيجهز الكراون وبيقدر يعمل له برينت اوت بكل سهوله. وقبل ما يعمل، بعد ما يعمل الكراون، بيعمل لي شيء بنسميه سيرجيكال سبلنت. المختبر ببعث لي، هذا هو السيرجيكال سبلنت، في مكان الزرعه بالضبط واتجاهها وميلانها وطولها، كل إشي محدد جوا هذا السيرجيكال سبلنت. هو بيبعث لي السيرجيكال سبلنت وبيبعث لي السن جاهز قبل ما نزرع ولا إشي، بيكون السن جاهز، عامل له 3 دي برينتينج مع تايبيز هاي بيقولوا لها هون. وزي ما انت شايفين هاي هي السيرجيكال سبلنت. السيرجيكال سبلنت هنا مكان هاي السليف بيعطيني شكل وطول وميلان الزرع. الجراح بكل سهولة بس بيعطي البنش بدون ما يرفع فلاب، بدون ما يعمل إشي، بيعمل بنش صغير، وزي ما انت شايف هون تدخل الزرعة بالضبط. لاحظوا هون كيف طلعت بصورة الأشعة بالضبط بين الجذرين، لأنه هون كان في صورة سيتي قبل هيك داخلة، وتبعا إلها بيكون جاهز الزرعة مباشرة، المريض أو المريضة هون بتروح بالكراون جاهز تبعها. برضو في بالزراعة في إشي اسمه السكان بادي. كنا بالزمانات للي عمره بيعرف على الزراعة أو اللي درس عن الزراعة، عندنا كلوز تكنيك وأوبن تكنيك، لازم نعمل إشي بنقول له ترانسفير وأنالوج،
هلا لا احنا بدل ما نعمل ترانسفير وانالوج بنعمل عندنا شيء بنسميه سكان بادي. هذا اللي هون هو سكان بادي، بنحطه فوق الزرعه، بيكون لكل شركه لها شكل معين من السكان بادي وحجم معين، بنركبه بنعمل له سكان وبنبعته للمختبر STL file. المختبر هيو بعتنا له اياه، بيعمل له عملية إشي بنقول له ماتشينج لمكتبة عندهم، بقول له إنه هذا السكان أو هذا السكان بادي من الشركة الفلانية رقمه كذا، فهو بلاقيه عنده وبيعمل له هنا سوبر إمبوزيشن أو ماتشينج، طلع هيو عمل له ماتشينج قاعد، ومنه بيفترض مكان الزرعة الموجودة بتم المريض، وتبعا لإلها بيصمم الكراون جاهز، بيصمم هون طبعا تمبوراري كراون بالنسبة إلي هون بالمرحلة هاي عساس نركب عليه التلبيسة على طول جاهزة بدون ما ناخد أي طبعة للمريض، بيكون مجهزه ومرتب لنا إياه. إشي كتير حلو، إشي سريع دقيق وبيقلل الجهد وبيعطينا نتائج كتير أحسن دقيقة وجميلة. بالنسبة للتقويم، أهم إشي بالنسبة للتقويم إنه الديجيتال دنتستري ساعدتنا إنه نعمل إشي بنقول له كاستمايزد أبلاينس، يعني البريس زي ما بتعرفوا كلها يعني موجودة. هلأ بتشتري انت البريسز على نظام نفترض الروث او الام بي تي او واتيفر، بتركب لكل المرضى يعني نفس الشكل نفس الزاوية، وهي بصراحة بتعمل مشاكل. هلأ لا صرنا نقدر كل مريض نعمل له سكان نبعده على الشركة، والشركة بتقدر تبعت لنا بريسز خصوصي لهذه الحالة، او تبعت لنا اللي هو الاشي اللي بنقول له التقويم الشفاف زي الانفيزا لاين اللي هو عنا نتعامل فيه. وبرضه زي ما هون زي ما انتم شايفين هاي الحاله عندي عملت لها انا سكان، وبورجيني البرنامج بالتقويم كيف راح يتحركوا اسنانها بالمستقبل، وانا بورجي للمريضه لاحظ كيف اسنانها راح يبدوا يتحركوا ويسكروا على بعض قبل ما اعملها اي شغل، قبل ما اصيبها بورجيها انه كيف اسنانها كانوا، لاحظ كانوا اسنانها فوق اوبن بايت بروتروسيف منظر بشع مش حلو، لاحظ كيف راح يدخلوا لجوا ويصيروا حلوين ويسكروا على بعض. هذا بسموه ديجيتال تريتمنت بلانينج لتقويم الأسنان الشفاف. برضو من الأشياء اللي بنعملها ما بدي أدخلها فيها بالتفصيل هون، نقدر نعمل أناليسز كامل للحالة هون، سمك الأسنان، علاقة الأسنان اللي فوق باللي تحت، إشي بنقوله بولتون أناليسز، تو سايز ديسكريبنسي، سبيس أناليسز إنه قديش عندي فراغ، بدي أخلع ما بدي أخلع، بدي أوسع ما بدي أوسع، بدي أبني بعض الأسنان أو ما أبنيها، بقدر أعملها برضو على الديجيتال موديل زي ما أنت شايف هون بكل أريحية وبكل سهولة. الأشياء كمان المفيدة جدا هي الأورثودونتيك سيميوليشن، إني أنا لما باجي المريض عندي بده يعمل تقويم أسنان بعمل له سكان زي ما أنت شايفون، خلال دقيقة واحدة بيعمل لي إشي بنقول له أورثودونتيك سيميوليشن، بورجيني كيف أسنانه كانوا هنا وكيف أسنانه راح يصيروا بعد التقويم، وبالتالي أنا بقدر أورجي للمريض، وهي أكبر معضلة كانت تواجهنا بالتقويم إنه الناس مش عارف إيش بده يصير، هل راح يزبطوا أسناني، كيف راح يصيروا، أنا بقدر أورجي وبقدر أورجي زي ما أنت شايف هون عدة اقتراحات، إنه هون أنا بدي ممكن أخلع سن، ممكن أعمل IBR، ممكن أرفع العضة، وورجي إيش النتيجة اللي راح تكون عن بالعلاج إذا عملنا هيك، وعشان المريض يوافق على العلاج بكل أريحية. الأورثودونتيك سيميوليشن هذا كتير هلأ سوفتوير صارت تطلعه، طبعا الرائدة فيه الانفيزيلاين الثري شيب هلأ، وكمان الميدت جديد صاروا يطلعوه. مثال صغير عندنا هذه الحالة لهذا الشاب، إجاني قبل فترة عنده أوبن باي، لا عنده ميديان دياستيما فراغ، عنده ديب بايت زي ما أنت شايف، فبنعمل له مخطط علاجي، وزي ما انتم شايفين هون هيك كانوا اسنانه قبل 5 اشهر، بس هيك المخطط العلاجي اللي راح يصير اسنانه بعد التقويم الشفاف الانفيزيلاين. وقبل كم من يوم، قبل 3 ايام او يومين، مر علي اسنانه صاروا هيك عن طريق الانفيزيلاين اللي هو التقويم الشفاف، سريع فعال جميل جدا، تقريبا اقل من 5 اشهر وبدون غلبة بدون اي مشاكل، تحولنا من هون لهون. لو بدنا نعمل تقويم
conventional عادي braces، بدنا على الأقل على الأقل سنة عشان نقدر نرفع العضة ونسكر الفراغات. لاحظ كيف ضحكته كانت وضحكته صارت. برضو ممكن نستفيد منها عملية السكانينج، إنه نعمل إشي بنقول له indirect bonding اللي هو braces بتاعت الأسنان، نقدر نعملها indirect bonding وتكون مباشرة البريسس بتيجي جاهزة جوا الموديل هذا، ونحطها على أسنان وبنلزقها. في عنا بالأورثوغنافيك سيرجري زي ما أنتم شايفين برضو بنعملها سكان للمريضة، بنعملها تخطيط للحالة قبل ما ندخلها غرفة العمليات، بيكون كل إشي واضح، كيف الأسنان راح تتحرك، كيف الفك راح يتحرك، الشكل النهائي للأسنان والنتيجة اللي راح تأخذها. كتير كتير بيسهل علينا بأثناء غرفة العمل غرفة العمليات، وبيعطينا النتائج المضمونة إن شاء الله. برضو هون في حالات التروما، نفترض هذا مكسورة الجمجمة عنده عن الموتورسايكل، هذا الشاب بنعمل له سكان لراسه كامل عن طريق السي بي سي تي وعن طريق البرامج، بنشوف هاي القطعة الناقصة ونقدر بكل سهولة نبنيها ونعملها من هذه المادة. ومباشرة بنيجي على غرفة العمليات بنفتح عليها، وبتتركب بكل أريحية وبحسب الحجم بالملي، يعني دقيقة جدا أو أقل من الملي بالمايكرو نقدر نحكي. يا إخوان الكونكلوجين اللي بدي أعطيكم إياه وإنتوا شباب صغار، إنه لازم تفكر من الآن إنك تكون ديجيتال دينتست. لازم دائما بدك تعرف إنه أي تكنولوجي في لايف سايكل إلها، تبدأ بالإيرلي أدوبترز أو المخترعين بالإيرلي أدوبترز، بعدين الإيرلي ماجوريتي، وبعدين في ناس بتتأخر كتير. احنا الان لسه الديجيتال دنتستري في المراحل الاولى، احنا هون تقريبا. فانت كل ما دخلت هون، كل ما كنت متقدم، كل ما كنت افضل، كنت ما كنت متقدم على اللي حواليك وتقدر تتقدم. مهم جدا تعرف، وزي ما اكدت عليكم باول المحاضره، انه الديجيتال دنتستري الاوتبوت از نوت بروبورشنال تو ذا انبوت. بتحط كم ماشي، يمكن تستثمر اكثر ولكن الجهد اللي بتعمله اقل والنتيجه بتكون اكبر، والوقت اللي بتستهلكه اقل بكثير. ولكن مهم نعرف انه الديجيتال دنتستري ات هاز ا فيري ستيب ليرنينج كيرف، يعني بدك تتعلم وتتعب على حالك كثير عشان تتعلمها، لانه فيها اشياء كثير. وانا برايي انه هلا الوقت مناسب لكم تو جو ديجيتال، جو ناو ديجيتال. واللي بده بيكون هلا على الديجيتال بيسبق، بيوصل اكثر واسرع، وبتوقع له انه يكون ناجح. هاي رسالتي لكم. زي ما حكيت لكم في بدايه المحاضره، انا هدفي من هاي المحاضره اني اعطيكم ومضات عن هاي المواضيع. بدي كل واحد فيكم بعد ما خلص من هاي المحاضره يروح على جوجل او على اليوتيوب، يقرا عن الانترا اورال سكانرز، عن الاكسترا اورال سكانرز، عن السوفت ويرز اللي تستخدم بالدنتال لايف، عن ال 3D برينترز. 3D برينترز عالم، وال 3D برينتينج عالم كتير رائع. وانا عندي صفحه على الانستغرام دكتور فراس عليان، زي ما انتم شايفين هون بكتير بنزل فيها حالات ديجيتال وايش بنعمل بالديجيتال وكيف ممكن نمشي بموضوع الديجيتال. اذا حدا بيتابعني ممكن يستفيد بهذا الموضوع. اذا حابين اي اسئله، اي استفسارات، اي شيء ممكن اساعدكم فيه، بليز ما تتردوا تراسلوني على موقعي على الانستغرام او على الفيسبوك. وشاكر جزيلا لكم، اتمنى الفائده واكون تكونوا استفدتوا. يعطيكم العافيه. شكرا.